السلامة، مرحبا بكم، جيتكم في العادة في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله باش نحضر مع بعضنا مسفوف بالكريمة. هذه أكلة تونسية معروفة بها، معناتها معروف بها في سيدي رمضان، وصفة معناتها للسحور وكل شيء. إن شاء الله يا ربي رمضان مبروك عليكم والناس الكل، وينعاد عليكم بالخير والبركة. كما تشوفوا لهنا عندي كسكسي هدية هكا جويد، عندي 250 غرام كسكسي. بالنسبة للكونتيتي معناتها ما كنتش متخيلين كونتيتي معينة، كل واحد يعمل حسب العايلة اللي عنده. أنا هنا حطيت الكسكسي باش نضيف عليه شوية ماء كمان هكا، باش نبلو بشوية ماء ونخليه يفور هكا. نحاول ندخل فيه الماء كامل هكا باش يتفلي كله الماء، معناتها بالعين مانيش مقيدة معناتها بكونتيتي معينة. شوفوا كيفاش هكا نكون بنو الكسكسي تاعنا هكا. نخليوه درج من زمان هكا يتبل شوية ما بين غلا الماء، نحط المقفول نتاعي نحط فيه الماء نخليه يغلي، ومن بعدك نحط الكسكسي نتاعي يفور في الكسكاس من فوق. تو هذي الكسكسي نتاعي بعد ما تبل خليته شوية باش نعبيه في الكسكاس. نشوفو لهنا لهنا تو باش نحضر الكريمة. خديت نص سيترة نتاع حليب خليتها في الكسرونة، باش نضيف عليها هذيا باقي الكريمة تصير بوفاني كيما تشوفو لهنا هكا. باش نعمل عليها ثلاثة مغارف سكر، هو نورمالمون باقي عليه أربعة باش نعمل ثلاثة. دقيقة باش نقص شوية من الحليوة نتاع الكريمة، خاطر عندي فاكهة وعندي معناتها تمر وكل شيء في الاثنين. هذوما ثلاثة مغارف سكر نطيبهم. هو لهنا هذه الكريمة نتاعي حضرت، خليتها على جنب، خليها هكا على جنب. ولهنا هذه الكسكسي نتاعي تفويرة صغيرة، تفويرة صغيرة هكا على الأول. أنا لهنا شوفوا كيفاش، أنا لهنا باش نعاود نبلو لهنا بالحليب. خديت هكايا 100 ملليلتر حليب نبل ونشوف هكا ونشوف. بسم الله نحرك الكسكسي نتاعي هكا حتى يرطب هكا ويتشرب هذيك الحليب الكل. كملنا نضيف الكمية الكل نتاع الحليب. ولهنا عندي الزبيب، سبحان الله. لهنا عندي زبيب أصفر وزبيب أكحل، باش نضيفو كيما هكا ونحركو كامل. هنا طول القصة نتاعي قاعد يفور، أنا لهنا عندي لهنا 150 غرام لوز مقلي، باش نضيف عليه غرفة شوية سكر جلاس. باش نضيف عليه غرفة ماء زهر وإلا عطشية ولا المتوفرة هكا، ونحرك حركة الفاكهة نتاعي هكا اللوز نتاعي هكا باش يتلم. أنا اللوز نتاعي باش نعملو طبقة في النص. عندي لهنا هذه شامية حلوة الترك معناتها، هذه التمر قصيته مكعبات، وهذه مشمش شايح، وهذه زوزة عين الجمل، وهذه الكريمة نتاعي حاضر. كمل نستنى الكسكسي نتاعي كامل ومن بعدك نوريكم كيفاش باش نكملوا بقية المراحل. باش نزيد شوية عطشي هكا، عفوا الماء تزهر شوية هكا ونحرك
حتى لين تتبلل الفكية كلها هكا. هو هذه الكسكسي هاو تبكي معزلي بتلين كل شيء. انا لهنا باش نضيف شويه هكا شويه من الزهر اللي خليتهم ساعه، باش نضيف عليهم هذه التمر هكا اللي قطعته انا، هذوك شويه السكر اللي خليتهم ساعه من الفاكهه باش نضيفهم هكا شويه لهنا، باش نضيف شويه زيت زيتونه هكا شويه بيضه، ونحرك الكسكسي هكا كيما تشوفوا. ستكوني وصفة مشبعة معناتها فيها كيما تشوفوا لهنا فيها كل شيء، فيها الزبيب، فيها التمر، فيها من أروع الوصفات، مقنعة ومشبعة، فيها زيت زيتونة. منحكمش هذيك مرق الزهر كيفاش خرجت الريحة نتاعها، نقولوها كفر. توا لهنا خديت الطبق نتاعي حطيت فيه السيرسو هذيا هكا، شوفوا السيرسو دهنته بشوية زبدة داير عافية كامل، باش نجي نحط طبقة الطبقة اللي من هنا هكا نتاع الكسكسي هكا، شوفوا كيفاش هكا الطبقة، نضغط عليها بالمغرفة باش تشد روحها كاملة. أنا هذيك الكونتيتي قسمت على زوز باش نعمل طبقة من الفوق وطبقة من اللوطة، كي الكل نتاعي عفوا الزبيب والتمر والكل هكا، باش نقعد الشيرة بشيرة نقعد ننزل هكا ننزل عليها باش يعطيك اللي حطيتها خلطتها توا لهنا باش نزيدو الطبقة الفوقانية اللي خليتها نتاع الكسكسي مسفوف بحرة، فريوة
في الصيف وقت تبدأ وقت العنب وقت الرمان وقت معناتها نعملوه بالرمان، وقت العنب نعملو فيه معناتها العنب، مع انه توا مازال ما توفرش العنب نفتكرو احنا، خليه وقت كده هكا. المسخفة نتاعنا احضر، دخلوا للفريجيدير يبرد حكاية ساعة ساعة ونص ونرجعوا. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. في وصفه اخرى وبالسلامه.